والنبي مدحني ما افرح يعني. هذا بس اسال لكم يا اهل اليمن بس اسمعني اخو اسماعيل دقيقه. لما انا العالم انا اتمنى العالم كله يسبني والله النبي يمدحني والله العلي العظيم ماشي رسول الله على عيني وعلى راسي اي صح واضح 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 لا واضح 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 والله داري والله داري والله داري. اسمعني انا غامدي انا غامدي وفي ناس طبعا يعني ما عندي علم باصول القبائل لكن في ناس قالوا ان قبيله غامد ترجع لليمن. فاذا كنت انا فعلا من اهل اليمن انا ما ادري اسمعي صحيح المعلومه هذه اذا كنت انا فعلا من اهل اليمن ف راح اسجد شكر لله راح اسجد شكر. ولكن الشيء الوحيد بس اسمعني اسماعيل الشيء الوحيد اللي انا والله طلعت عند واحد دكتور ايش اسمه الدكتور معين يا اللي طلعنا عنده يا اسماعيل ايش اسمه معين الحراسيس طلعت عنده قدمني قال لي حي الله المعارض السعودي. قلت انت قاعد تشتمني انت تكرهني ولا تحبني انت؟ انا ما الحاجه الوحيده اللي ما اتشرف فيها في الدنيا اني انتسب لآل سعود والذي نفسي بيده. اللي يبغى يزعل صالح حمامه ها يقول عني سعودي اللي بيزعلني يطلع قدام الناس يقول سعودي. فاخوي مهند ما ادري ايش اسمك انت مهندي او مهنا يا اخوي مهنا مهنا لما ترى تطلع تقول انت مو سعودي لا تحس انك بتزعلني ورب الكعبه لو تزعلني لو تقول سعودي ما اتشرف اني انتسب لعائله بني صهيون هذه العائله القذره والله ما اتشرف وعز جلال ربي. فاللي يبغى يشتمني ويقلل مني قدام الرجاجيل يا اخواني يقول لي انت سعودي لجل الله. اللي ما يحبني يقول لي انت سعودي واللي يحبني ويعزني امانه لا تكسرون قلبي بهذه الكلمه خلاص. هذا بس تاديبا لك على لما تغلط على الناس هذه. الان اسمعني اسمعني ارجع للموضوع ارجع للموضوع ارجع للموضوع يلا 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 ارجع للموضوع. الان المقاومه والحوثي مطبعين صح صح ولا لا؟ من زمان من زمان. حلو حلو ممتاز يا اخو سوي ميوت اللي فوق دار الخير سوي ميوت. طيب شوفوا الآن جاوب بسرعة. هل السيسي ومحمد بن زايد مطبعين؟ قاعدين يكتبون المايك. طيب أنا شو ما حد كتب ما حد كتب يلا لا حد يكتب شباب لا حد يكتب يلا مطبعين أي شيء. ليش ما في بسرعة ليش ما تجاوب بسرعة زي العودة المقاومة مصلحة الشعب يا أخوي مطبعين ولا مو مطبعين؟ أي شيء في مصلحة الشعب يا أخوي. أنا ما تكلمت لك فين المصلحة. أنا ما سألتك عن المصلحة أخوي. أنا ما سألتك عن المصلحة. أنتم ليش ما تفهموا السؤال يا وطنجية؟ ليش ما تفهموا أسئلتي؟ يعني انا اقول لك ايش يعني مثلا اسالك سؤال اقول لك ايش لابس انا تقول والله محلق على جنب. مو سؤالي الان سؤالي هل مصر هل السيسي ومحمد بن زايد مطبعين ولا لا؟ تفضل طلع واحد من مصر واسال. انا والله سعودي انا طيب. موقف يكون في واضح. طيب 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 محمد بن سلمان تبغى محمد سلمان نهائيا؟ اي نعم نعم. يلا حاضر حاضر تدلل كبير والله الله يحفظ لنا يا رب. الله يحشرك في زمرته ان شاء الله. اسمعني امين امين يا رب. اللهم امين. ادعوا له اخواني ادعوا له بالله ادعوا له ادعوا له ان الله يخذ ان الله يحشر مع محمد بن سلمان. اسمعني امين امين يا رب العالمين. اسمعني محمد بن سلمان طلع في لقاء ولو تنكر هذا اللقاء راح اطلع لك اياه الان قدام الناس على التلفزيون على البث. محمد بن سلمان طلع في لقاء قال نحن كل يوم نقترب في صحيفة في قناة أمريكية قال نحن كل يوم نقترب من التطبيع أكثر من اليوم الذي قبل والمرة هذه ستكون حقيقية. قال محمد بن سلمان أي خلاص أنا صدقة والله لو يقول لي يعني مطبع ولا مو مطبع كيف لو قال لك صلي شرق تصلي شرق نعم حلو حلو يعني مطبع محمد سلمان ولا لا؟ جاوب. أنا زي ما قلت لك مدام محمد بن سلمان قالها بعظمة لسانه أنا صدقه. مطبع ولا مو مطبع؟ هذا الصالح الأمين وش ما يقول؟ طيب طيب صح. الآن أرجع لكم البداية سامحوني يا إخواني أنا بس أعرف كيف أجيهم. الآن المقاومة بحرف الحاء في فلسطين وحرف الحاء في اليمن وحرف الحاء في لبنان حلو؟ هذولا منبطحين للصهاينة؟ يا ليتها منبطحين بس أخس صناعة أخس أحسنت 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 نعم. محمد بن سلمان منبطح للصهاينة؟ هذه بعيدة عن شواربك والله. محمد بن سلمان يسوقهم سوق. طيب السيسي محمد سلمان منبطحين للصهاينة؟ والله إيه شوف أرجع أقول لك راح أسأل واحد مصري لكن محمد بن سلمان عزيز مو منبطح حنا نفتخر فيه حنا نرفع راسنا فيه ترى. الله يا اخواني الله سجلوا التاريخ سجل يا اخواني المقاومه والله. المقاومه أنا عندك اسمعني في شوف عندك في بريطانيا لكن اقسم بجله اني اشتاق ليوميا محمد بن سلمان اقسم بالله يوميا افتح تويتر ازاي عشان اشوف وجهه.
احسنت احسنت. واحنا والله العلي العظيم نشتاق لرؤيه رسول الله ونشتاق لرؤيه الجنه ونشتاق ونكره الظالمين نكره اللي عادوا ونكره اسم ونشتاق لمشايخنا اللي في السجون ونشتاق للمقاومه. والله انا اشتاق لابو عبيده والله اليوم ابو عبيده يوم طلع على التلفاز ورب الكعبه يوم طلع على التلفاز اليوم روحي بغت تطلع من الفرحه. شوف الفرق بيننا وبينكم. شوف شوف احنا ابو عبيده اليوم يوم طلع اليوم ابو عبيده يا لب ابو عبيده يا لب قلبك يا ابو عبيده والله العلي العظيم يوم طلع اليوم على التلفزيون روحي بغت تطلع. شوف الفرق بيننا وبينكم. احنا نحب المجاهدين المقاومين اللي دافعون عن مصر رسول الله. اسمعوا لي، لا حد يقاطع 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 لا حد يقاطع. احنا نحب اللي يدافعون عن مصر رسول الله، وانتم تحبون تجيب هاي فوهبه ناس عجرة. هذا شتان حسبكم هذا التفاوت بينه. طيب أبقول وكل اناء بالذي فيه ينضح. للتاريخ عشان بمشي معك صراحه حمامه بمشي معك. شوف ابي شهاده للتاريخ. شوف ابو عبيده وغيره من عفوا على المصطلح ذا الارهابيين هم سبب خراب الدول العربيه اللي الان تحت خط الفقر. سؤالي يا اخوي سؤالي من هو الارهابي؟ يعني مو شخص، لا كلمه الارهابي هذه ما معناها؟ تقريبا بدايتها من الطوفان لا 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 انا ما اتكلم انا ما اتكلم عن المصادق. شوف شوف اخوي مهنا، انا ما اتكلم عن المصادق. انا ما سالتك مين هو الارهابي اللي اليوم عايش معانا، لا لا. انا اسالك اذا في احد فعل هذا الفعل يسمى ارهابي، مين هذا؟ مين اللي فعل؟ ايش الفعل هذا اللي افعله حتى اصبح ارهابي؟ ايش هذا الفعل؟ صليت على النبي؟ قل اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الارهابي اللي يجلب الشر التعداد شاب يتعدى 21 مليون. هذا الارهابي. احسنت الارهابي. هذا مو مصطلح الارهابي. هذا الارهابي اسمعني الارهابي هو الذي يرهب المدنيين ويرهب الشعب، صح ولا لا؟ نعم. هذه معنى كلمة إرهابي، من الإرهاب، صح ولا لا؟ أحسن. نعم. الآن سؤالي اللي أرهب الشعب وخلى الشعب يخاف من الجنس الأسود، أنا ما أتكلم عن محمد سلمان. لو في حاكم الآن، أنا أستحلفك بالله، لو في حاكم الشعب حقه يخاف من الجدار يخاف من الجنس الأسود، هل هذا إرهابي ولا مو إرهابي؟ والله شف حفاظا على روح 32 مليون انا مستعد احط سؤالي. انا ما اتكلم عن محمد سلمان، ما اتكلم عن محمد سلمان، ما اتكلم عن حاكم معين. انا ما اتكلم عن حاكم معين. انت ليش حطيت محمد سلمان؟ لا انت اثبت الان محمد سلمان هو اللي مرهب الشعب. ترى انت اثبت. شوف مهنا يا مهنا شخص اسمعني. انا قلت له محمد سلمان، ما قلت له محمد سلمان، قلت في واحد يخلي الشعب يخاف من الجدار قال 32 مليون يقصد محمد سلمان. انا ما قلت. انت قاعد تثبت ان محمد سلمان مخوف الشعب. أنا ماني قاعد أقول محمد بن سلمان.